ومن جانب لاعبي فريق اتحاد طنجة في مرجمير تساند حسني ممتاز الأسطورة مايسترو يبحث عن التمرير فريقه بيدرس كرة ملعوبة الآن تحذير أليكسيس موندومو كرة ثابتة ومن سينفذ من سينفذ مايسترو الوداديين الأنيق الهادئ رشيد عادي الزراق الذي يحاول الضابط الذي يريد ان يضبط ايقاع مباراه اليوم اكيد كره ملعوبه بهذه الطريقه فرصه جول 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 للوداد يعاد مشات بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب صوب المرمى معلنه عن هذا صوتها احد جماهير تتابع عن الجهه اليسرى محاوله امكانيه المرور رشيد حسني تصويب ولكن مباشره الى خارج ارضيه يبقى كرة ملعوبة فرصة جول هدف ثاني للوداد اي 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 شادو بعد للوداد رشيد حسني ينطلق خط الوسط تمريرة ممتازة باتجاه اسماعيل الحداد يطرق الحداد هذه تمريرة هذا مرور اسماعيل الحداد يمرر ولكن كرة مشاتش كرة من جديد خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن التنفيذ عناصر فريق الوداد رشيد حسني تمريرة فرصة داخل منطقة الجزاء ولكن فرصة يحقق الصدر وجه المطاردة الخصم الاخر تبعه لمحاولة تمريرة تمريرة يحقق الارقام الجيدة هنا بمدينة الدار البيضاء انزال الخطورة من جانب رفيق عبد الصمد مشات الكرة مشات عند رشيد رشيد حسني مر بامتياز مر بطريقة ممتازة ما كاينش تسلل قلت انه مايسترو كرة امامية فرصة فرصة ودادية دخول داخل منطقة الجزاء محاولة التمرير وتصويب ابراهيم البحري تصويب برغبة جامحة لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة القمة هذه محاولة من رشيد حسني شوف محاولة المرور وكيف انه كانت عادة ما كان عادي المرابط نتابع هذه الكرة امامية ودادية فرصة من ايفونا فرصة ممتازة جول كان مع الدفاع الحسن الجديد في ربع نهائي كاس العرش من يتذكر تابع هذه المحاولة فرصة ممتازة ممتازة رشيد حسني يرفع كرة أمامية راسية إمكانية التصويب وهذا المرة للوداد كرة أمامية انطلاقة هجومية وناجم وناجم الحسني حسني حافظ على كورته مشات كرة هذه المرة للجهة اليمنى رغم أنه نتاج هذه محاولة من رشيد حسني شوف حسني ينطلق من الجهة اليسرى محاولة العبور رشيد رشيد يرجع كورته ثلاثة لاعبين مع رشيد حسني أوي 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 من الكرة الماضية كان بالإمكان أن يفعلها أبناء مدينة طنجة وضاعت الخطورة الماضية كرة أمامية فابريس رايه